ضد الولايات المتحدة يطالبونهم بالرحيل. أمريكا سترحل مبكرا. الولايات المتحدة دخلت العراق بالبحث عن سلاح الدمار الشامل. لم تجد سلاح دمار شامل، أنشأت مشروع ديمقراطي للعراق. هي ضمن الأمم المتحدة أنه خولت الولايات المتحدة أن تشرف ضمن البند السابع على تشرف على تنفيذ البند السابع على العراق. فهذا اللي موجود في العراق ما يجري. أما التدخل الأمريكي قبالة التدخل الإيراني سافر. الأمريكان هذول إذا دخلوا اليوم باشر راح يطلعون. لكن الإيراني جاي يقول لك أنا هاي المقدسات إلي، وهذا المرقد الإمام علي لازم أن نديره. يعني جاي يدخل في كل التفاصيل. احنا عندنا تجربة، الشيعة قاتلوا إيران 8 سنوات وكانوا أشرس في القتال. يعني ما راح هم يرضون واحنا راح نوافق على التدخل الإيراني، ولا احنا نرضى. هذا الشعب متحد اتجاه التدخل الإيراني سنة وشيعة. عودة للتدخل، لكن بعد الفاصل. فاصل نكمل مع الشيخ أحمد أبو الشيخ مع سباق البرلمان. ترى تشوف التحضيرات الانتخابات وتشوف كيف الصراع قبل التحضيرات. فأكيد على مود المال والمنصب ولا المحافظة، عشان خبناهم بالسابق قالوا وش تحتاجون احنا نسوي لكم، صاروا بالمنصب نسوانا فد مرة. أهلا بكم من جديد إلى سباق البرلمان. شيخ أحمد، الآن من تتحدث عن إيران تقول هذا تدخل، هذا مساس بالسيادة، بس من نجي نحكي على أمريكا يختلف الخطاب. ليش؟ مو كله تدخل لو لا؟ أحمد النجادي ما مسموح له أن ينتقد سياسة العراق وينتقد إدارة العراق ويدير وكأنه هو المشرف علينا. ما مسموح له. احنا بيننا وبين إيران حرب 8 سنوات. يعني الناصرية من الشيعة هم أكثر الأنطى الشهداء، أكثر المحافظات. البصرة أكلت قصف من الإيرانيين لا يستهان به 8 سنوات حتى على البيوت. فإحنا إيران ما نسمح لها تتدخل بينا. لكن الولايات المتحدة هذا ضمن البند السابع. ضمن البند السابع أمريكا تتدخل لتطبيق البند السابع على العراق ضمن مشروع الأمم المتحدة. فالولايات المتحدة الآن يعني أعطت ضحايا بالعراق وأموال. فهي تريد تنسحب، لكن تنسحب مو تخلينا دولة هشة أمام النفوذ الإيراني. نعم شيخ أحمد، أنت مع هناك اتفاقية أمنية، نعرف اتفاقية الأمنية وبند التدخل في حال تهددت الديمقراطية حسب سوفا، بس أنت مع اتهام سوريا بالهجمات الأخيرة في بغداد؟ من يقف وراء هذه الهجمات؟ خصوصا أن الاتهامات جت مباشرة حتى بعد ما التحقيق ما كان مكتمل. والمخابرات والأمن والداخلية والدفاع أكثر دراية بالهجمات ومن وراء هذه الهجمات. الداخلية لديها أدلة، والشخص الانتحاري وحتى الانتحاري موجود اسمه وعنوانه وبلغت به العمليات بغداد قبل حدوث الانفجار ب3 أشهر. فكان تنظيم القاعدة يقف وراء الهجمات على العراق. أنت مع الاتهام هذا لسوريا لولا؟ أنا مع الاتهام لتنظيم القاعدة إن كانت سوريا. لا كانت هم متهمة وباعثين موجودين في سوريا. لا تتفق سوريا لا أنا ما أتفق بهذا الاتجاه، بس طيب. أتفق أنه سوريا كانت تمول تنظيم القاعدة. كانت منسق بين إيران وتنظيم القاعدة. هذا موجود، أغلب قيادات طيب. القاعدة موجودين في سوريا. أقول نعم شيخ أحمد، أنت ائتلفت ويا ائتلاف وحدة العراق. نعم. بس تسمي نفسك قيادي من القياديين. إحنا عادة من نحكي نقول ائتلاف وحدة العراق بقيادة السيد البولاني. هل هذه نقطة خلاف بين القيادات بائتلاف وحدة العراق؟ منو الزعيم؟ منو الرئيس؟ احنا ما بيناتنا خلاف، لكن السيد جواد البولاني شرح ذلك انه احنا هيئة رئاسة، ما بيننا رئيس. لم يكن السيد البولاني هو رئيس الائتلاف، ولم اكن انا رئيس الائتلاف، بل نحن هيئة رئاسة. هيئة رئاسة تتشكل من 7 كلنا نجتمع ونتشاور في الأمر ونعطي قرار للإئتلاف. يزعجك أنه نقول إئتلاف وحدة العراق بقيادة فلان؟ هذا مشروع اتفق عليه أنه إحنا ما نسمي الرئيس بالوقت الحاضر. ما في رئيس لإئتلاف وحدة العراق؟ ما في رئيس أبدا. طيب إئتلفت وياهم على أساس منصب رئاسة الجمهورية؟ أبدا، أنا لم أطلب منصب ولا أرشح نفسي لمنصب. نحن بعون الله نضع الرئيس ولا أكون رئيس. وقال بأنه هو هذا سبب ائتلافك وياهم وما ائتلفت ويا دولة القانون. أبداً الكلام هذا غير دقيق، وأنا لن أبحث عن منصب. وكما قال أخي المرحوم ستار برفع المصحف الشريف وقال لن نأتي لمناصب أو وزارات، بل جئنا لإنقاذ بلدنا وهيبة شيوخنا وشعبنا. فهذا المبدأ أنا متمسك به. لن أطلب منصب ولن أرشح نفسي لمنصب.
طيب موضوع التمسك باشتراك الأسماء بقيادة ائتلاف وحدة العراق هذا ما يتنافى ويا تسمية رئاسة الحكومة؟ أنه كلكم اتفقتوا على مرشح رئاسة الحكومة بس كلكم الآن تعتبرون نفسكم قيادين؟ هذا ما في تناقض الموضوع؟ قيادة الحزب بحت وقيادة المناصب الإدارية بشكل ثاني، يعني احنا نتفق عندما تكون هناك قضية يعني لتخص بلدنا. بس يقول انه انتم وكأنه تثقون بكتسمية لرئاسة الحكومة بس ما عندكم هذه الثقة الكافية انه يكون هناك رئيس واحد لائتلاف وحدة العراق. الثقة موجودة لكن احنا اليوم نريد ائتلافنا يتميز انه ما بي رئيس في الوقت الحاضر. طيب سمعنا انه هناك مرشحات بلوائحكم. نعم عندنا دكتورة إسراء شريف مشان القعود ضمن صحوة العراق دكتورة بالعلوم السياسية قدمت بحوث ودراسات متمكنة إن شاء الله وستحظى بثقة النزع العشائري لمؤتمر صحوة العراق ربما تغلب على دور المرأة. هي من الشيوخ، هذا مشروع ديمقراطي ما نقدر ندخله إذا مو المرأة لها دور، والمرأة نصف المجتمع. المرأة من هي؟ الأم والأخت والزوجة، فماكو ضير إلى المرأة تدخل إلى ساحة. في ظل النزعة العشائرية أو السمة العشائرية اللي يتميز بها مؤتمر الصحوة. نعم. أنتوا عشائر. نعم. راح تطوها دور كافي. المرأة قاتلت. المرأة قاتلت في قاتلت تنظيم القاعدة بالقرمة، والمرأة قاتلت في عشيرة البعلوان عندما هجموا من تنظيم القاعدة امرأة علوانية من خالاتنا قاتلت تنظيم القاعدة. المرأة قاتلت بالصوفية من عشيرة البسودة امرأة قاتلت تنظيم. فاليوم هي بعد شالت السلاح وقاتلت التنظيم. ما يحق لها أن تتبوأ مقعد في البرلمان. عندنا دكتورة لمياء دكتورة طبيبة عندنا ست ابتسام عضوة مجلس محافظة. بس الخشية من أنه أوكي أسماء كثر لكن الخشية من أنه دورها راح ما يكون دور فاعل بسبب الصبغة العشائرية واللي يتميز بها مؤتمر صحوة العراق راح تسمعون كلامها راح يكون لها دور بصنع القرار. هذا يعني راح تدخل البرلمان راح تكون صوت بالبرلمان لا بيدي ولا بيد غيري راح هي صوتها هو يحكم عدد موجود في البرلمان يحكم هذا الصوت. طب انتم بالائتلاف كمؤتمر صحوة شنو دوركم؟ دورنا بالائتلاف ائتلاف وحدة العراق. نعم احنا اخذنا ساحة الانبار وقدمنا مرشحين في بعض المحافظات عدد يعني جيد، ومؤتمر صحوة العراق هو رئيس غرفة العمليات في محافظة الانبار فإن شاء الله نحرز على المرتبة الأولى في محافظة الأنبار. أنت قلت في خلال كلامك وأمر ملفت أنه ما عندكم مشكلة باكر عقبة إذا احتاج أي اسم أنه يتسمى لرئاسة الحكومة تنطون صوتكم مثلا للدكتور إياد علاوي للسيد نوري المالكي للبولاني. بس إذا خيرتك بين اثنين مثلا مثلا الدكتور إياد علاوي والمالكي لمن تعطي صوتك على الأرجح؟ ولا اثنين أصدقائي يعني أي. ها والجواد البولاني يعني من عندنا احنا يوم كل من راح يجيب الوارد ماله ويحاول ياخذ اكثر مكاسب. لكن من تقارني لي اياد علاوي بالشلبي انطي صوتي لاياد علاوي، من تقارني لي البولاني بالشلبي انطي صوتي للبولاني اللي يعني قريب علي، تقارني بالمالكي مع الشلبي انطي صوتي كلش انطي صوتي للمالكي. الشلبي سبق وان عاقب شعب العراق ترى يعني لازم احنا ننتبه بيها. سماحة السيد عبد العزيز الحكيم يعني احنا خلونا نفصل بين الائتلاف العراقي الوطني وبين شخصيات الائتلاف وبين الشلبي. ليش؟ مو جزء منهم شخصي. لا احنا هذا كنظرتنا، هم جزء منهم هذا يعني لهم يقول، لكن احنا كجزء من السياسيين في العراق احنا نحتفظ بعلاقه طيبه مع اخونا السيد عمار الحكيم. نحتفظ بعلاقه طيبه مع اخونا السيد عادل عبد المهدي مع الجعفري مع استاذ بيان مع كل الموجودين. الشلبي سماحة السيد عبد العزيز الحكيم سبق وان عزل بالانتخابات قال خليه يجرب حظه وحده، جربه خضع الى عقوبة شعب العراق ما نجح ولا اخذ ولا صوت ما اخذ ولا صوت. هذا بعد ممكن الوقت يتغير يعني احنا نقتدي بتجربة المرحوم سماحة السيد عبد العزيز الحكيم عندما عزل وجرب حقه وخضع الى عقوبة شعب العراق وما حصل ولا صوت. نعم هو اذا كان مرشح لرئاسة الحكومة ربما الائتلاف يكون له حظ ودور. خلينا نفترض وياك لو كان دكتور أحمد الشلبي